شارخين انتوا صح؟ سمعت انكم اخدتوا حاجات كتير صح؟ طيب اني جزء حاسينه ارخم؟ جزء دكتور احمد، جزء دكتور منى ارخم؟ طب احنا هنبتدي في جزء دكتور احمد النهارده عشان احنا واخدين في جزء دكتور احمد كلام كتير، تمام؟ فلازم نكفر الكلام ده، اوكي؟ طيب غالبا اللي هناخده النهارده هيكفر لحد قبل الميد ترم بحاجه بسيطه يعني، تمام؟ فهيبقى نايس سيكشن كده على جزء دكتور منى برضه هنكفر لحد الميد ترم، وغالبا هيبقى بعدين الميد ترم على طول يعني، ماشي؟ طيب يعني ايه موديوليشن؟ موديوليشن ده يعني انا بيبقى عندي السيجنال بتاعتي بعمل عليها شويه تعديل، تمام؟ طيب انا بعمل التعديل ده ليه؟ عشان عندي مشكلتين اساسيتين. اول مشكله هو دلوقتي لو انا عندي السبيكتروم بتاعي ده وفي كذا واحد بيتكلموا مع بعض، تمام؟ فهلاقي ايه؟ هلاقي ان كل السيجنالز دي كانها بقت فوق بعضها، صح؟ لان كلنا بنتكلم مع بعض فكان في ديستورشن، تمام؟ فعشان اجي ابعت في السبيكتروم محتاج ايه؟ محتاج ان كل واحده تبقى في مكان منفصل عن الثاني، تمام؟ فبنعمل حاجه اسمها ايه؟ مالتيبلكسنج، ان كل سيجنال بتبقى في مكان في الفريكوينسي، تمام يا شباب؟ فلما باجي استقبل خلاص دي السيجنال دي بتاعت اليوزر الفلاني، السيجنال دي بتاعت اليوزر الثاني وهكذا، يبقى دي كده اول حاجه. طيب ثاني حاجه، احنا عارفين ان اللمدا بتساوي ايه؟ سي على اف، تمام؟ طيب لو انا دلوقتي بالصوت بتاعي ده اللي هو الفريكوانسي بتاعته تبقى صغيره قوي، تمام؟ فلو الفريكوانسي صغيره ايه اللي هيحصل للويف لينث؟ الويف لينث بيبقى كبير، تمام؟ طيب ايه مشكله ان الويف لينث يبقى كبير؟ المشكله ساعتها في السايز بتاع الانتنة، ان انا لما باجي ببعت الانتنة دي بتبقى ايه؟ في الاوردر بتاع اللمدا، يعني تبقى حوالي لمدا على اربعه مثلا، تمام؟ فانا اكيد محتاج الانتنة بتاعتي تبقى ايه؟ تبقى كبيره قوي، تمام؟ فعشان كده بنروح عاملين ايه؟ بنروح مشفتين السيجنال بتاعتي في فريكونسي عاليه. فلما شفت في فريكونسي عاليه ايه اللي هيحصل للسايز بتاع الانتنة؟ هيقل. طيب احنا اخدنا لحد دلوقتي كام نوع من الموديوليشن؟ اتكلمتوا في الجزء بتاع الديجيتال عن حاجه اسمها بالس موديوليشن، وفي الجزء بتاع الانالوج احنا اتكلمنا على الايه؟ لحد دلوقتي الامبليتيود موديوليشن، تمام؟ طيب يعني ايه امبليتيود موديوليشن؟ يعني التعديل بتاع السيجنال بيبقى جاي فين؟ في الامبليتيود بتاعها، تمام كده؟ طيب فالامبليتيود موديوليشن نفسه يا شباب في نوعين، تمام؟ اول حاجه عندي حاجه اسمها سبريسد كارير. طيب ايه السبريسد كارير ده؟ احنا عارفين وظيفه الكوزاين ايه؟ مش انا الكوزاين لما بضرب في كوزاين بقدر اشفت السيجنال اللي كنا يمين وشمال، صح؟ طيب يبقى الكوزاين دي تقدر تعمل لي ايه؟ الحاجه اللي انا عاوزها، تقدر تنقل لي السيجنال بعيد، صح؟ يبقى انا لو اخدت مسج ام اوف تي وضربتها في كوزاين اوميجا سي اوف تي، ايه اللي هيحصل للسيجنال؟ لو السيجنال السبيكتروم بتاعها كان عامل كده سنترد كده في الفريكونسي، فهيبقى ايه؟ في جزئين، جزء هيروح عند اوميجا سي وجزء هيروح عند ناقص اوميجا سي، تمام كده؟ طيب يبقى ده كده اول نوع، نوع سيمبل جدا ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش اي مشكله، ضربت في الكوزاين، تمام كده؟ يبقى ده هو الامبليتيود موديوليشن. طيب التغيير في الامبليتيود حصل ازاي؟ مش الكوزاين دي سيجنال بيبقى شكلها عامل كده؟ طيب الكوزاين يا شباب لوحدها بنسميها ان موديوليتد كارير، يعني ايه؟ يعني حاجه ان موديوليتد، لسه ما عملتلهاش ايه؟ اي تعديل، تمام؟ طيب بعد كده لما باجي اضربها بقى في الام اوف تي ايه اللي هيحصل؟ تمام، لما هضرب في ام اوف تي ايه اللي هيحصل؟ لو انا عندي مسج دلوقتي بالشكل ده، تمام كده؟ وعايز اعمل لها موديوليشن، فهعمل ايه؟ هضربها في كوزاين. طيب لما اضربها في كوزاين، الكوزاين عامله ازاي؟ عامله كده، تمام؟ طيب شكل الاوتبوت سيجنال بتاعتي هتبقى عامله ازاي؟ برسم حاجه اسمها ايه؟ انفلوب، صح؟ الانفلوب ده بيبقى شكله كده، لازم يبقى في البلس وفي الماينس، والكوزاين بتاعتي هتتحرك فين؟ هتتحرك جوه الانفلوب ده، تمام كده؟ طيب حلو قوي. يبقى دلوقتي ايه اللي حصل للكوزاين؟ حصل تعديل في الامبليتيود بتاعها، بقى شبه مين شويه؟ بقى شبه المسج، تمام؟ طيب حلو قوي. ايه مشكله النوع ده بقى من الموديوليشن؟ انا دلوقتي عاوز ارجع السيجنال المسج بتاعتي فين؟ في الريسيفر، تمام؟ طيب ففي نوع بسيط قوي من الدي موديوليشن بيبقى اسمه الايه؟
الانفلوب ديتكشن. النوع ده رخيص جدا مش بيكلفني فلوس خالص، تمام؟ فاحنا عشان كده بنحب نعمله. طيب بس انا لو جيت اعمل الانفلوب ديتكشن، هو بيديتكت دايما الماكسيمم بتاع الايه الانفلوب ده، يعني لما يجي ديتكت بقى عايز ديتكت الماكسيمم، فيديتكت انهي شكل؟ هيديتكت الشكل اللي فين؟ اللي في البوزيتيف. فكده هو اخد الحته دي بدل ما كانت في النيجاتيف قلبها فين؟ في البوزيتيف. يبقى كده انا رجعت السيجنال صح ولا غلط؟ رجعتها غلط. يبقى انا في النوع ده مش بعرف اعمل ايه؟ مش بعرف اعمل انفلوب ديتكشن، تمام؟ فعشان كده احنا مش بنحب السبريسد كارير لان هو بيبقى مكلف عليا، تمام كده؟ طيب فبنعمل حاجه اسمها ايه؟ اللارج كارير. حلو قوي. ايه الفكره بقى في اللارج كارير ده بالظبط؟ قال لك دلوقتي لو انت عايز تحل المشكله دي، ارفع السيجنال على ايه؟ على دي سي عالي، بحيث ان كل النيجاتيف فاليوز بتاعتها تتشفت فين؟ تتشفت فوق. فلما ارفعها دلوقتي على دي سي عالي، الانفلوب بتاعي يبقى شكله عامل ازاي؟ يبقى شكله عامل كده مثلا. وبعدين اللي هيحصل للكوزاين هتتحرك في النص هنا، تمام؟ طيب يبقى ايه شكل الموديوليتد سيجنال هنا؟ اس اوف تي بتساوي ام اوف تي اللي هي المسج، رفعتها على ايه؟ على دي سي فاليو بسميها اي سي، وبعد كده رحت ضربت فيه كوساين اوميجا سي اوف تي. طيب شكل السبيكتروم بتاع الراجل ده يبقى عامل ازاي بقى؟ لو انا اخدت نفس المسج قلت ان هي السبيكتروم بتاعها كان عامل كده، تمام؟ هشفت ايه؟ يمين وشمال. ليه؟ لان المسج بتبقى مضروبه في مين؟ في كوساين، صح؟ فشفت هنا يمين وشمال. وايه الجزء اللي هيزيد عندي؟ عندي اي سي كوساين اوميجا سي اوف تي، يبقى هيزيد عندي، هيبقى عندي ايه؟ اتنين تونز كده بالمنظر ده، تمام كده يا شباب؟ يبقى هو ده شكل السبيكتروم بتاع ايه؟ بتاع اللارج كارير. دايما بلاقي فيه ايه؟ بلاقي الكوساين بتاعتي موجوده معايا، تمام كده؟ طيب يبقى انا دلوقتي هنا هعرف اعمل انفلوب ديتكشن ولا لا؟ هعرف اعمل ايه؟ انفلوب ديتكشن عادي. طيب بس لازم يبقى عندي كونديشن معين. ايه الكونديشن ده؟ لازم الدي سي اللي ارفعها عليه يبقى ايه؟ يبقى اكبر من ايه؟ الاي سي اللي هرفعها دي لازم تبقى اكبر من اقل قيمه، الابسولوت فاليو بتاعت ايه؟ اقل قيمه هنا، صح؟ لان هي لو مش اكبر من الابسولوت فاليو بتاعت القيمه دي، يعني لو دي مثلا بناقص واحد وانا ده رفعتها على اي سي 0.8، هل انا كده استفدت؟ ما استفدتش، صح؟ فلازم ارفعها على اي سي ايه؟ اعلى من الواحد، يبقى اعلى من الابسولوت فاليو بتاعت المينيمم. يبقى الاي سي ده لازم يكون اكبر من الايه؟ من المينيمم فاليو بتاعت الام اوف تي كابسولوت، تمام؟ طيب من هنا عرفنا بقى ايه؟ عرفنا حاجه اسمها الموديوليشن اندكس، يعني قد ايه انا عامل موديوليشن كويس، تمام؟ طيب فالموديوليشن اندكس ده بيساوي ايه؟ بيساوي القيمه دي بتاعت الام اوف تي مينيمم على الايه؟ الاي سي. المفروض الميو الفاليو بتاعته تبقى من كام لكام؟ اكبر من الصفر واصغر من الواحد. لو زاد عن الواحد يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى بقى حصل حاجه اسمها ايه؟ اوفر موديوليشن، تمام؟ يبقى دي اللي هو ايه؟ اللي هي الكيس ان انا كده هيبقى لسه عندي حاجه في النجم، تمام كده يا شباب؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ اتفضل. لان هي اي سيجنال هتبقى، يعني توصل ان هي ليه ليها جزء نيجاتيف ولا ايه السؤال؟ ما هو اي سيجنال بطبيعتها ان هي هتبقى حوالين الزيرو، لان اي سيجنال هي في العادي ايه؟ هي لو فريكوينس سيجنال، سواء انت بتتكلم على فويس على فيديو على اي حاجه من الحاجات دي، هي بتبقى لو فريكوينس سيجنال، فالكومبوننتس بتاعتها بتبقى في اللو فريكوينسي. ينفع لو انت عندك سيجنال مش عارف ايه نوعها، بس لو انت عندك سيجنال موجوده في الهاي فريكوينسي اوريدي وعايز تعمل لها موديوليشن بتعمل لها يعني انت هنفترض عملت موديوليشن سيجنال ام اوف تي في كوساين اوميجا سي اوف تي، نقلتها بعيد، عايز انقلها بعيد تاني، عادي مفيش اي مشكله، تمام؟ طيب طيب تعالى ناخد اكزامبل على الكلام ده. دلوقتي لو انا عندي المسج بتاعتي اللي هي ام اوف تي كانت بتساوي ام
كوساين اوميجا ام اوف تي. تمام؟ وعايز اعمل ايه؟ لارج كارير امبليتيود موديوليشن. عامه يا شباب لو هو جه قال لكم في المساله انا هعمل امبليتيود موديوليشن وما قالش النوع يبقى هو دايما بيقصد ايه؟ لارج كارير. تمام؟ طيب فانا دلوقتي عندي الام اوف تي بالمنظر ده، يبقى الاس اوف تي لو انا بعمل لارج كارير هتبقى بتساوي ايه؟ هتبقى بتساوي الام اوف تي بلس الاي سي مضروبه في الكوساين، صح؟ الام اوف تي اللي هي مين؟ اللي هي اي ام كوساين اوميجا ام اوف تي بلس اي سي، ده كله مضروب في ايه؟ كوساين اوميجا سي اوف تي. طيب الاي ام دي انا ممكن اشيلها واحط مكانها ايه؟ مش الاي ام دي هي المينيمم فاليو بتاعت الام اوف تي، صح؟ يعني اقل فاليو في الام اوف تي هي ايه؟ اي ام. فانا ممكن اشيل الام اوف تي مينيمم واحط مكانها اي ام، يبقى ساعتها الاي ام هتساوي ايه؟ ميو في الاي سي، صح؟ حلو قوي. يبقى الاس اوف تي ساعتها هتساوي اي ام هشيلها مكانها احط ميو اي سي كوساين اوميجا ام اوف تي كوساين اوميجا سي اوف تي بلس اي سي كوساين اوميجا سي اوف تي. تمام كده؟ طيب عايز ارسم الشكل ده في السبيكتروم هيبقى عامل ازاي؟ اول حاجه برسمها هو ايه؟ الكارير. تمام؟ انا عارف دايما ان في كارير، قيمه الكارير هتبقى كام في مع الاوميجا؟ باي اي سي. تمام كده؟ كوساين، الكوساين بتتفك زي ما قلنا باي في الامبليتيود بتاع الايه؟ بتاع الكوساين، فده باي في اي سي. طيب الجزء الثاني بقى عندي ايه؟ عندي المسج بتاعتي بس متشفته فين؟ عند الاوميجا سي. يبقى معنى كده ان انا هيجي لي كوساين سنترد عند ايه؟ عند الاوميجا سي. طيب قيمه الامبليتيود بتاعت الكوساين دي او التون دي اللي في الفريكوانسي هتبقى كام؟ باي اي سي، وهي اصلا مضروبه في ايه؟ المفروض هنا في اي ام، صح؟ انا شلت، سوري انا شلت الاي ام وفي ميو ولا ايه؟ باي اي سي في ميو على الاثنين، لان انا لما بضرب في كوساين اللي بيحصل بيبقى فيه ايه؟ بيتقسم على الاثنين. تمام. ونفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا، يبقى كل الدلتات دي ايه؟ زي بعضها. طيب عايزين نعرف بقى حاجه، اول حاجه الجزء ده اللي هو دايما على يمين الكارير، والجزء ده اللي هو دايما على شمال الكارير في ناحيه الايه؟ النيجاتيف. ده بسميه ايه؟ upper side band. يبقى ده كده اسمه upper side band. طيب والجزء ده lower side band. تمام كده؟ طيب فاحنا بنحب نقسم الباور بتاعتي لكذا حاجه. اول حاجه الباور بتاعت الابر سايد باند دي اللي هي هنا هتساوي كام؟ لو انا عندي تون، احنا فاكرين يا شباب لما كنا قلنا في فورير سيريز كنا بنحسب الباور ازاي؟ سميشن الاي كي سكوير، صح؟ طيب والكوساين دي اصلا هي بيريودك سيجنال فهي ليها فورير سيريز، تمام؟ بس ده فورير ترانسفورم، واحنا كنا بنجيب فورير سيريز فورير ترانسفورم ازاي من فورير سيريز؟ بنضرب في 2 باي، يبقى عشان ارجع لفورير سيريز هعمل ايه؟ هقسم على 2 باي، يبقى عشان اجيب الكوفيشنز بتاعتي بقسم على ايه؟ على 2 باي، فاجيب الكوفيشنز بتاعت الابر سايد باند وبعد كده اعمل لها سكويرنج واجمعها، يبقى الكوفيشنز بتاعت الابر سايد باند هنا هي مين؟ هقسم على 2 باي فهتبقى ميو في اي سي على الاربعه. تمام؟ هعمل لها سكويرنج وبعد كده هضرب في ايه؟ في 2. يبقى ده هيديني في الاخر ايه؟ ميو سكوير اي سي سكوير على 8. تمام كده؟ يبقى دي كده الباور بتاعت الابر سايد باند. طيب الباور بتاعت اللور سايد باند هتختلف عنها؟ مش هتختلف عنها في حاجه، صح؟ يبقى ده بيساوي الباور بتاعت اللور سايد باند. طيب التوتال بقى باند باور اللي هو الدي ودي 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 من غير الايه؟ من غير الكاريرز، يبقى الباور بتاعت السايد باندز كلها هتساوي ايه؟ مجموع الابر سايد باند ومجموع اللور سايد باند اللي هو هيساوي
ميو سكوير في اي سي سكوير على الاربعة. طيب الباور بتاعت الكارير بتساوي ايه؟ اي سي سكوير على الاثنين، تمام؟ دي كده هي الباور بتاعت الكارير دايما، تمام؟ اتفضل. لا علي صوت شويه. لا لا الباي دي جايه من انا اصلا عندي كوساين، يعني انت كان عندك كوساين، فالكوساين نفسها بتبقى ايه؟ تبقى باي. بعد كده لما بضرب في كوساين ايه اللي هيحصل؟ هتقسم على الاثنين. يعني اي مسج بتضرب في كوساين بتاخدها تقسمها على الاثنين، تمام؟ طيب التوتال باور بقى بتاعت السبيكترم ده كله بتساوي ايه؟ مجموع ايه؟ مجموع ده مع ده، فهيبقى اي سي سكوير على الاثنين بلس ميو سكوير اي سي سكوير على الاربعة. ده يديني ايه؟ هاخد اي سي سكوير على الاثنين كومن فاكتور، وبعدين هيتضرب في ايه بقى الكلام ده؟ واحد بلس ميو سكوير على الاثنين. اي سي سكوير على الاثنين دي اللي هي الايه؟ الباور بتاعت الكارير. يبقى التوتال باور هي الباور بتاعت الكارير مضروبه في ايه؟ واحد بلس ميو سكوير على الاثنين، تمام كده؟ طيب عايزين بقى نجيب الافشنسي. طيب الافشنسي تعريفها دايما هو ايه؟ هو الحاجه المفيده على ايه؟ على كل الباور اللي عندي. الباور المفيده على كل الباور اللي عندي. انا هنا فين الباور المفيده بتاعتي؟ السايد بنز بس. هل الكارير ده باور بتاعته مفيده بالنسبه لي في حاجه؟ لا مش مفيد في اي حاجه، صح؟ يبقى الباور بتاعه السايد بانز اللي هي بتساوي كام هنا؟ ميو سكوير اي سي سكوير على الاربعة، دي الباور بتاع السايد باند على ايه؟ كل الباور اللي انا بعتها التوتال باور. ده يديني كام؟ ميو سكوير على 2 بلس ميو سكوير. يبقى ده كده هو الايه؟ هو الافشنسي. اتفضل. بتقول هنا بنقسم على 2 باي. الباور بتاعت الكارير هي باخد الامبليتيود نفسه اللي هو الاي سي سكوير بقسمه على الاثنين. ما انت لو هنا عندك باي، انا بقول اللي هي في التايم اي سي كوساين اوميجا سي اوف تي، باخد ده وبعمل له سكويرنج وبقسم على الاثنين. طب لو انا في الفريكوانسي هي باي اي سي، اقسم على الاثنين باي هتبقى كام؟ اي سي على الاثنين، اعمل لها سكويرنج واضربها في اثنين عشان هما ناحيتين، تمام؟ الباور بتاعت السايد باند هي اللي ليها لازمه. ايوه لان السايد باند هي اللي فيها معلومه السيجنال، هي المسج بتاعتي، صح؟ بس انا مجرد شفتها. الباور بتاعت الكارير هي حاجه بستخدمها عشان تشفت لي بس. فهو في الحقيقه الكارير ده مش مفيد الباور بالنسبه لي بتاعتي. صح؟ تمام. حد عنده سؤال ثاني يا شباب؟ اتفضل. ليه الاي ام هي المينيمم؟ عشان انت عندك الكوساين دي بتتغير الفاليو بتاعتها من كام لكام؟ من اي ام ناقص اي ام، واحنا هنا قلنا ايه؟ الابسولوت فاليو بتاعت المينيمم بتاعت الام اوف تي اللي هو اي ام. ماشي. اي اسئله تاني؟ حد عنده سؤال؟ تمام. طيب عايزين نعرف بقى ايه انواع الموديوليترز والدي موديوليترز اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل اللارج كارير والسبريست كارير. طيب اول حاجه هنتكلم على الموديوليترز بتاعه اللارج كارير. اول نوع من انواع الموديوليترز او هو النوع اللي انتوا واخدينه اكتشولي، بس حاجه اسمها ايه؟ لا الانفلوب ديكتور ده دي موديوليشن، احنا عايزين نعمل موديوليشن بقى، تمام؟ فاول نوع اخدتوه اسمه سويتشنج موديوليترز. طيب السويتشنج موديوليترز دي كانت بتعمل ايه؟ شكل السيركت كان بيبقى عباره عن كده يا شباب، عندي بلس وماينس، ده السورس كده كانه هو الايه؟ الام اوف تي بتاعتي، تمام؟ وبعد كده كنت بحط معاه ايه؟ حد فاكر؟ سي كوساين اوميجا سي اوف تي، تمام؟ وبعد كده بنعمل ايه؟ حلو، بحط دايت، وبعد كده عندي
ريزيستنس، وبعد كده عندي هنا ايه؟ باند باس فلتر. طيب الدايره دي ليه بتشتغل كايه؟ كموديوليتر لللارج كارير. تعالوا نشوف. اول حاجه انا بجيب السيك وساين اوميجا سي اوف تي، دي الفاليو بتاعتها تبقى ايه؟ تبقى كبيره قوي كومبيرد لمين؟ للام اوف تي. طيب فلو انا دلوقتي عندي الكوساين بتاعتي عامله كده والفاليو بتاعتها ايه؟ كبيره مقارنه بالام اوف تي، فكان الام اوف تي هتبقى ايه؟ مجموعه فوقيها كده، تمام؟ طيب الدايود ده لما يجي يشتغل هيشتغل امتى؟ لما السيجنال هنا عندي تكون ايه؟ تكون بوزيتيف، صح؟ فهو هيشتغل بما ان الام اوف تي دي صغيره فنقدر نعمل لها نيجلكشن في الفتره بتاعت الدايود اللي شغال فيها، يعني كاني بشوف امتى الدايود هيبقى شغال، هتبقى ساعتها لما الكوساين اوميجا سي اوف تي تبقى ايه؟ تبقى هي اللي في البوزيتيف، تمام؟ طيب يبقى الدايود ده هيشتغل امتى؟ قلنا في الجزء بتاع البوزيتيف بتاع كوساين اوميجا سي اوف تي. طيب مش ده effectively كاني اخدت السيجنال دي، تمام؟ اللي هي في الحقيقه مجموع عليها المسج، بس احنا هنا عملنا ابروكسيميشن قلنا ان ايه؟ ان هي المسج هنجلكتها جنب الكوساين. مش كاني عملت ضربتها في سكوير ويف، السكوير ويف دي دايما اماكنها عند الجزء البوزيتيف، صح كده؟ مش لما اضرب ده في ده دايما هيطلع لي الجزء الايه؟ الجزء البوزيتيف بتاع الكوساين بس، صح كده؟ تمام. يبقى الاس اوف تي اللي هي الموديوليتد سيجنال هتساوي مين؟ هتساوي الام اوف تي بلس السي كوساين اوميجا سي اوف تي مضروبه في ايه؟ مضروبه في السكوير ده، هنسمي السكوير ده فاي اوف تي. طيب عايز اجيب الايكويشن بتاعت السكوير دي بيبقى ايه؟ عن طريق فورير سيريس على طول هتطلع لكم. الدايو بيشتغل كانه سكوير ويف ليه؟ الدايو ده مش هو بيشتغل في الجزء البوزيتيف بس، لما الحته دي تبقى بوزيتيف، صح؟ طيب امتى الحته دي هتبقى بوزيتيف؟ لما الكوساين تكون بوزيتيف اكبر من الصفر، تمام؟ طيب لما الكوساين تكون اكبر من الصفر هيطلع لي الشكل ده وده وده، ودول هيبقوا ايه؟ متشالين، يعني الاوتبوت اللي هيجي لي هنا هيبقى ده وده وده، ودول مش موجودين خالص، النيجاتيف، صح؟ طيب كان بقى شيء انسى دي دلوقتي خالص، لو انا عندي الكوساين كامله اهي وضربتها في السكوير بالشكل ده هتديني ايه؟ هتديني الجزء البوزيتيف ده برضه، صح؟ يبقى effectively كان دلوقتي الدايره دي بتعمل ايه؟ كان هي بتاخد ده تضربه في ايه؟ في سكوير ويف. وضحت؟ تمام، حلو قوي. ال 5 تي دي معادلتها تبقى ايه؟ نص بلس 2 على باي، سوري العكس. يعني العكس ولا؟ لا زي ما كنت كده ماشي. هتبقى نص بلس 2 على باي مضروبه في كوساين اوميجا سي اوف تي ناقص 1 على 3 كوساين 3 اوميجا سي اوف تي، وهكذا هنكمل ايه الترمز بتاعتها، تمام؟ طيب يبقى دي كده هي ال 5 اوف تي، ماشي. فلما اضرب الام اوف تي بلس سي كوساين اوميجا سي اوف تي في الجزء ده انا مهتم بايه؟ بالحاجات اللي عند اوميجا سي، ليه؟ لان انا عندي الباند باس فلتر هيعمل ايه؟ هيفلتر اي حاجه مش عند الاوميجا سي اوف تي، تمام؟ يبقى اللي هيطلع لي الاس اوف تي هتساوي ايه يا شباب؟ عايز اشوف الحاجات اللي عند اوميجا سي، هلاقي سي على الاثنين كوساين اوميجا سي اوف تي بلس 2 على باي ام اوف تي كوساين اوميجا سي اوف تي. يبقى دي الحاجه اللي هتطلع لي ايه؟ اللي هتطلع لي بعد الباند باس فلتر. الشكل ده هو الشكل بتاع ايه؟ بتاع اللارج كارير، صح؟ طيب حلو قوي، يبقى ده كده اول نوع من انواع الايه؟ الموديوليشن اللي هو اللارج كارير ازاي بعمل له موديوليشن. طيب عايز اعمل له دي موديوليشن. حد الاول عنده مشكله هنا؟ اللي عنده اي سؤال يسال. حد عنده سؤال؟ تمام. الدي موديوليشن بقى (تصفيق)
احنا قلنا بنحب النوع ده ليه؟ عشان بعرف اعمله ايه؟ envelope detection صح؟ طيب عايزين نشوف بقى ازاي بعمل envelope detection ده. الانفلوب ديتكتور ده يا شباب بتبقى دايرة عبارة عن ايه؟ عن انا عندي دايت كده وبعد كده R وبعد كده عندي C. يبقى دي دايرة ايه؟ زي ما قلنا رخيصة جدا مش بتكلفني حاجة خالص تمام؟ دايت وريزيستنس وكاباسيتنس اوكي؟ طيب تعالوا نشوف بقى لو احنا كنا بنتكلم على شكل السيجنال المسج كده وبعد كده ايه؟ قلنا هنضرب في كوساين احنا شايلين على الكارير. طيب عايزين نعرف بقى الانفلوب ديتكتور ده بيشتغل ازاي؟ فاول حاجه دلوقتي لما اكون في الماكسيمم يعني انا البدايه بتاعتي هنا فالبدايه بتاعتي ايه؟ بوزيتيف. الدايره دي اول ما هتشتغل الحته دي هتبقى ايه؟ جراوند اكيد زيرو صح؟ والحته دي بوزيتيف يبقى ده ايه اللي هيحصل له؟ هيبقى شورت سيركت صح؟ بلس هنا وهنا زيرو فهيبقى ايه؟ هيبقى شورت سيركت. طيب لما ده يعدي البلس يعدي ايه اللي هيحصل للكاباستور؟ هيتشحن لحد ايه؟ لحد الفاليو دي تمام؟ طيب بعد كده بعد كده السيجنال عاوزه تنزل تمام كده؟ طيب يبقى السيجنال هنا يا شباب عاوزه تنزل بس الكاباستور شايل القيمه ايه؟ شايل القيمه الكبيره دي لسه تمام؟ فبما ان الكاباستور لسه مشحون لحد اخره والسيجنال هنا سريعه وعاوزه تنزل بسرعه ايه اللي هيحصل للدايود لما يلاقي السيجنال هنا نزلت؟ هيطفي تمام؟ فلما الدايود يطفي ايه اللي هيحصل للاوتبوت بتاعي؟ الكاباستور الار سي ده بطيء شويه انا عامله بيبقى ابطا من السيجنال بتاعتي تمام؟ ابطا يعني من الموديوليت السيجنال بتاعتي فده هياخد ايه؟ وقت عقبال ما يشحن فتلاقيه بينزل كده تمام؟ طيب جيت عند النقطه دي ايه اللي حصل؟ الفاليو هنا خلاص بقت ايه؟ رجعت تبقى ازيد، فطول ما هي ازيد طول ما انا بشحن الكاباستور، عايزه تنزل هيحصل ايه؟ وهكذا. يبقى انا هنا قدرت احدد الايه؟ الانفلوب بتاعي. تمام كده؟ طيب فيها اي اهو هنا عندنا كونديشن، ايه الكونديشن؟ زي ما بقول انا محتاج الار سي ده يبقى ايه؟ يبقى اسرع ولا ابطا من الكارير؟ ابطا من الكارير بحبه، صح؟ يعني محتاج الار سي اللي هو التشارجنج تايم ده يبقى ابطا من الكارير عشان يبقى ابطا من الكارير محتاج انه يبقى اصغر من ايه؟ يبقى اكبر من واحد على الاوميجا سي بتاعت الكارير تمام؟ لان دي كانها تايم ودي كانها تايم فعشان يبقى بطيء لازم التايم يكون ايه؟ يكون اكبر. طيب ومحتاجه تبقى اصغر ولا اكبر ولا اكبر من السيجنال من المسج بتاعتي؟ بالظبط كده محتاج التايم ده يبقى اصغر من المسج بتاعتي. اوكي يا شباب طيب يبقى ده كده الموديوليشن والدي موديوليشن بتاع اللارج كارير. عايزين نشوف الايه السبريزد كارير. حد عنده مشكله لحد هنا؟ اي سؤال اي سؤال تمام. عشان لو هو كان اسرع من المسج ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان ده عامل كده صح؟ طيب السبريس دي كارير بقى بنعمل له موديليشن برضو عن طريق اول حاجه ان انا ممكن اعمل له ايه؟ سويتشنج موديوليشن تمام؟ طيب ازاي؟ مش انا ال 5 تي دي يا شباب كانت فيها كومبوننت قلنا انا كانت نص بلس 2 على باي كوساين اوميجا سي اوف تي ناقص 1 على 3 كوساين 3 اوميجا سي اوف تي وهكذا تمام؟ لو اخدت ال 5 تي دي وضربتها في المسج ام اوف تي على طول بقى تمام؟ ايه اللي هيحصل؟
هيحصل ان انا عندي كذا كومبوننت، صح؟ كومبوننت عند الدي سي اللي هي نص ام اوف تي، كومبوننت هتروح عند الايه؟ عند الاوميجا سي وهكذا، وكومبوننت عند 3 اوميجا سي. لو حطيت بعد كده باند باس فلتر هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 2 على باي ام اوف تي كوساين اوميجا سي اوف تي. طيب ده كده اول حاجه، يبقى ممكن اعمل سويتشنج موديوليشن، تمام؟ تاني حاجه ممكن اجيب ميكسر. عارفين ايه هو الميكسر؟ اللي هو المالتي بلاير، تمام؟ باخد المسج بتاعتي ام اوف تي وبضربها دايركتلي على طول في ايه؟ في الكوساين اوميجا سي اوف تي، تمام؟ بيطلع لي هنا على طول ام اوف تي كوساين اوميجا سي اوف تي. طيب مشكله حاجه زي دي ان الملتبلاير ده في الحقيقه الديزاين بتاعه صعب وبيبقى مكلف، تمام؟ وبعد كده هتعرفوا ان انا لما او انتوا ممكن تبقوا عرفتوا في المحاضره يعني ان انا لما اجي اعمل دي موديوليشن بيبقى محتاج ايه؟ مشكله الكوهيرنت ديتكشن، صح؟ لازم لما اجي اضرب بعد كده في كوساين عشان ارجع السيجنال لازم الاثنين دول يبقى ليهم نفس الفريكوانسي ونفس الفيز مع بعض. وفي الترانسميتر والريسيفر مستحيل الاثنين اوسيليتورز اللي بيطلعوا الاوميجا سي يطلعوا الحاجه مظبوطه زي بعض على طول، هتلاقي في ايه؟ ميس ماتش، فهتلاقي في مشكله كوهيرنت. فعشان كده ابنيها كنت بتعملوا ايه؟ اللوب بقى اللي انتوا اخدتوها كوستس ريسيفر بقى والكلام ده. طيب عايزين نعمل دي موديوليشن بنعمل ايه؟ بصوا في قاعده كده اللي بيتعمل في الترانسميتر اعمل عكسه في الريسيفر، تمام؟ دايما. فانت لقيتني هنا عملت ايه؟ الترانسميتر اصلا عباره عن ايه؟ ان انا ضربت في كوساين، يبقى ايه اللي عامله هناك؟ هضرب في كوساين برضه، هاجي اقول اضرب في ساين مش عكسه، هضرب في كوساين يعني عكسه في الايه؟ في الترتيب، يعني بنعمل نفس الحاجه بس عكس الترتيب. طب انا عندي هنا حاجه واحده فعامل ايه؟ كوساين، هضرب في كوساين برضه، تمام؟ طيب يبقى انا لو اخدت ام اوف تي دي مضروبه في كوساين اوميجا سي اوف تي، وبعد كده يا شباب هعمل ايه؟ هضربها في كوساين اوميجا سي اوف تي، فاللي هيطلع عندي هنا هو ايه؟ ام اوف تي في كوساين سكوير اوميجا سي اوف تي. ده هيديني كام؟ الكوساين سكوير دي ممكن تتفك لايه؟ لنص في ايه؟ في 1 بلس كوساين 2 اوميجا سي اوف تي، يبقى يديني نص ام اوف تي بلس نص ام اوف تي كوساين 2 اوميجا سي اوف تي. يبقى محتاج احط ايه عشان اخد النص ام اوف تي دي بس؟ محتاج احط لو باس فلتر، وممكن اللو باس فلتر ده يبقى ايه؟ يبقى لو جين بحيث انه يضرب النص دي في ايه؟ في 2 فتبقى ام اوف تي عادي. بس احنا في العادي مش بنهتم حتى بالايه؟ بالفاكتور اللي هنا، اهم حاجه ان انا ارجع السيجنال. هعمل لها امبليفيكيشن بعد كده، ايه؟ دي مش مشكله خالص، تمام؟ اتفضل. ليه مش بسمع؟ انت عايز تعمل ديفايدر بدل ما تعمل ملتي بلاير؟ انت عارف الديفايدر ده عامل ازاي؟ يعني ده صعب. طبعا الديفايدر دايما بيتعمل حاجات الديجيتال، ما بيتعملش حاجات الانالوج خالص. طيب نعم، الجزء ده ما انا بقول لك دي لو انا بعمل سويتشنج موديوليشن، فاكر ال 5 تي اللي هي بتاعت السكوير ويف؟ هي كانت بالمعادله دي. فانا بقول لك ان انا ممكن اعمل سويتشنج موديوليشن واضرب دي في دي على طول، تمام؟ وبعد كده اروح احط باند باس فلتر واخرج ايه؟ واخرج السيجنال، ماشي؟ او بعمل ايه؟ بعمل الكوهيرنت موديوليشن وبضرب في ايه؟ تمام. كده الشرح تمام. هنحل بقى. حد عنده اي سؤال هنا في الشرح كله؟ انا قلت قبل ما يترم حاجه بسيطه، تمام؟ هو الميد ترم في السنين اللي فاتت كان بيجي دايما على الجزئيه بتاعت الامبليتيود موديوليشن، مش كلها يعني، فاهمني؟ كان بيجي مثلا لحد الفيستيجيال مثلا، فاكرين؟ عارفين الفيستيجيال اللي هو كان بيعمل كده؟ هيجي لحد جزء من السكشن اللي جاي يعني، تمام؟ طيب هو الفكره ان في بروجكت بقى ده الدكتور ممكن يكلمكم عليه المحاضره اللي جايه او اللي بعدها ماكسيمم يعني، بس هتبتدوا فيه تقريبا بعد الميد ترم، تمام؟
ماتلاب حاجه خفيفه كده. انتوا اسمع انكم جامدين في الماتلاب. طيب طيب يا شباب، اول مساله في الشيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا عندي سيجنال بالمنظر ده من ناقص 2 باي بي لحد 2 باي بي مع الاوميجا، تمام؟ ودي الام اوف اوميجا. طيب فهو بيقول لي دلوقتي ان انا السيجنال الام اوف تي بتاعتي دي عايز اعمل لها موديوليشن، سبريسد كارير موديوليشن، تمام؟ فرحت عامل ايه؟ رحت واخدها وضاربها في كوزاين. قال لك الاوسيليتور بتاعي مش بيجنريت كوزاين اوميجا سي اوف تي، لا بيجنريت كوزاين باور 3 اوميجا سي اوف تي، تمام؟ مفيش اوسيليتور طبعا بيعمل كده يعني، بس هي مساله في الشيت. وبعد كده بروح مدخلها على فلتر، وبعد كده الاقي ان الاوتبوت عندي بقى ايه؟ بقى كي ام اوف تي في كوساين اوميجا سي اوف تي. حلو كده؟ طيب فهو بيقول لي هل لو دي كوساين باور 3 هعرف اعمل سبريسد كارير موديوليشن عادي ولا يبقى في مشكله؟ ولو عرفت اعمل سبريسد كارير فعايز اعرف ايه نوع الفلتر اللي موجود، تمام كده؟ طيب يبقى اول حاجه عشان اعرف ايه اللي هيطلع عندي، مش انا محتاج اخد الام اوف تي دي واضربها في كوساين باور 3 اوميجا سي اوف تي، يبقى الاس اوف تي هتساوي ام اوف تي مضروبه في ايه؟ كوساين باور 3 اوميجا سي اوف تي. طيب كوساين باور 3 دي ممكن افكها لايه؟ كوساين مضروبه في كوساين سكوير، صح؟ فيبقى ام اوف تي كوزاين اوميجا سي اوف تي مضروبه في كوزاين سكوير، اللي هو كوزاين سكوير ممكن افكه لايه؟ نص واحد بلس كوساين 2 اوميجا سي اوف تي. طيب تعالوا نفك الشكل ده هيديني ايه؟ نص ام اوف تي كوساين اوميجا سي اوف تي بلس ايه؟ بلس نص ام اوف تي كوساين اوميجا سي اوف تي في كوساين 2 اوميجا سي اوف تي. طيب ام اوف تي كوساين اوميجا سي اوف تي كوساين 2 اوميجا سي اوف تي، الجزء ده ممكن افكه لايه؟ نص ايه؟ كوساين المجموع بلس كوساين الفرق، صح؟ يبقى ده هيديني نص ام اوف تي كوساين اوميجا سي اوف تي بلس بالظبط هتبقى ربع ام اوف تي مضروبه في ايه؟ كوساين المجموع اللي هو 3 اوميجا سي اوف تي بلس كوساين الفرق اللي هو كام؟ اوميجا سي اوف تي. يبقى ده في الاخر هيديني كام؟ 3 على الاربعة ام اوف تي كوساين اوميجا سي اوف تي بلس ايه؟ بلس 1 على الاربعة ام اوف تي كوساين 3 اوميجا سي اوف تي. يبقى ايه هو نوع الفلتر اللي انا مستخدمه هنا؟ باند باس فلتر عند اني فريكوانسي؟ عند اوميجا سي، تمام؟ طيب يبقى الجزء ده كده هيطير. طيب الكي هنا بتساوي كام؟ 3 على الاربعه، تمام كده؟ طيب ايه اللي هو ايه الجزء الثاني اللي هو طالبه؟ بقول الكي، الكي اللي هو مطلعها هنا دي من اول الفلتر، انت دلوقتي طلع عندك هنا، تمام؟ طيب لما ده يخش على فلتر عشان اطلع حاجه كي ام اوف تي بكوساين اوميجا سي اوف تي، يبقى انا محتاج اشيل الجزء ده
يبقى احط ايه؟ باند باس فلتر عند اوميجا سي. طيب بيقول لي يا شباب ايه هي اقل فاليو ممكنه للاوميجا سي؟ اجيبها ازاي؟ هو انا لو جيت ارسم الشكل ده هيطلع عندي ايه؟ هيطلع عندي زي ما قلنا حاجه عند اوميجا سي وحاجه عند ايه؟ 3 اوميجا سي، صح كده؟ وانا محتاج اخد السيجنال دي بفلتر. طيب امتى يحصل مشكله؟ لو السيجنال دي دخلت في السيجنال دي، صح؟ يبقى انا محتاج ان ال 3 اوميجا سي ناقص ال 2 باي بي دي تبقى اكبر من مين؟ اكبر من الاوميجا سي بلس 2 باي بي. يبقى ساعتها محتاج ان الاوميجا سي تبقى اكبر من 2 باي بي. يبقى ده اقل فاليو ممكنه لمين؟ الاوميجا سي اللي هي تكون ايه؟ 2 باي بي. طيب بعد كده بيقول لي هل الموضوع ده كان هينفع لو انا بدل ما كانت كوزاين باور 3 كانت كوزاين سكوير؟ هل هعرف اعمل موديوليشن؟ لا والله. هيبقى لو باس. هي كوزاين سكوير هتطلع لك كومبوننت عند الكوزاين اصلا؟ مش هتطلع لك كومبوننت كوزاين اوميجا سي، هتطلع لك دايما كومبوننت فين؟ كوزاين 2 اوميجا سي، صح؟ طيب يبقى معنى كده ان انا لو بقول لك عندي كوزاين ان اوميجا سي اوف تي، الان دي لازم تكون ايه؟ اود فاليو، تمام؟ الاود فاليوز دايما هي اللي هتطلع لك الايه؟ الكومبوننت اللي عند كوزاين اوميجا سي اوف تي. اوكي؟ طيب حد عنده سؤال هنا؟ السؤال ده؟ خلاص ثانية اتفضلي. الحتة دي؟ طيب أنا بقول دلوقتي إن أنا عندي السيجنال دي والسيجنال دي، تمام؟ محتاج آخد السيجنال دي بفلتر. فعشان آخد السيجنال دي بفلتر أنا محتاج إن السيجنال دي ما تخشش معايا، صح؟ لأن لو دخل معايا يحصل ما بينهم إيه؟ ديستورشن، تمام؟ فمحتاج إن الجزء ده الحتة دي تبقى أكبر من إيه؟ من الحتة دي. طب الحتة دي بتساوي كام؟ 3 أوميجا سي ناقص 2 باي بي، صح؟ ودي هي كام؟ اوميجا سي بلس 2 باي بي. يبقى انا قلت ان ال 3 اوميجا سي ناقص 2 باي بي اكبر من ايه؟ من اوميجا سي بلس 2 باي بي. اتفضل. ما هو عاوزك تعمل موديليشن عند اوميجا سي مش عند 2 اوميجا سي، صح؟ هو اوميجا سي ده هي الكارير فريكونسي، فهو دايما انت بتعمل الموديليشن عند الاوميجا سي مش عند اي فريكونسي تاني، فاهمني؟ يعني لو هو عاوز يعمل، يعني نفترض اوميجا سي دي ب 1 ميجا، تمام؟ وهو عايز يعمل عند 2 اوميجا سي، طب ما نخلي الاوميجا سي ب 2 ميجا، فهي الاوميجا سي دي هي الديزايرد فريكونسي اللي الريسيفر هناك عارف ان هو هيستقبل سيجنال في الحته دي، فيبقى حاطط الفلتر بتاعه في الحته دي، تمام؟ اوكي. حد عنده سؤال هنا تاني؟ خش على اللي بعده. طب يا شباب مسألة رقم 3 بيقول لي ايه في مسألة رقم 3؟ بيقول لي ان انا عندي AM large carrier signal، تمام؟ السيجنال دي داخلة على الترانسميتر. طيب الترانسميتر ده بيطلع unmodulated power بتساوي 1 كي. يعني ايه unmodulated power؟ power بتاعت مين؟ الكارير، صح؟ مش احنا قلنا الكارير ده بنسميه unmodulated carrier، فال unmodulated power دي بتاعت الكارير. يبقى الباور بتاعت الكارير بتساوي 1 كيلو وات. بس هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي across a 50 ohm resistive load. طيب ده هيختلف في ايه عندي عن الحساب؟ يعني احنا عارفين الباور بتاعت الكارير ده بيساوي ايه؟ بيساوي ايه؟ AC سكوير على الاثنين، صح؟ طيب بس احنا ضحكنا عليكم شويه لان هي دايما هنا بتبقى ريليتيف لريزيستنس معينه، صح؟ الريزيستنس دي 1 اوم. ليه؟ مش انتوا دايما في السيركتس كنتوا بتاخدوا ايه؟ الباور بتساوي كام؟ في سكوير على ار، صح؟ طيب الفي سكوير ده اللي هو الايه؟ يعني لو اخدت الاي سي دي هي الماكسيمم فاليو، فالار ام اس فاليو هتبقى ايه؟ اي سي على جذر 2، ففي سكوير اللي هي اي سي سكوير على ال 2 هتبقى ايه؟ على الار،
صح؟ فدايما هنا المفروض يبقى فيه ايه؟ ار. بس احنا الحسابات اللي بنعملها دي دايما لايه؟ ل 1 اوم ريزيستنس. بس هنا هو بيقول لك الريزيستنس ب 50 اوم. تمام؟ يبقى ده بيساوي اي سي سكوير على 100 بيساوي كام؟ بيساوي 1 كي. هنلاقي ان الاي سي طلعت ب 316.4 تقريبا. اوكي، بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انا عندي بقى ساينوسويدال سيجنال البيك امبليتيود بتاعتها اللي هي الاي ام بتساوي 5 فولت. تمام؟ هيتعمل لها موديوليشن عن طريق الكارير ده. فلما اعمل لها موديوليشن ورحت بصيت على الفريكوانسي دومين لقيت الاتي. احنا عارفين يا شباب ان انا دايما زي ما قلنا لو عندي 2 كوساينس بيبقى عندي هنا ايه؟ باي اي سي، وهنا بيبقى عندي السيجنالز دي كلها بكام؟ باي ميو اي سي على الاثنين. فهو بيقول لك لما رحنا بصينا على الفريكوانسي دومين لقيت ان الكومبوننت دي هي 40% من الكومبوننت دي. يبقى معنى كده انا عرفت ايه؟ عرفت ان باي في ميو في اي سي على الاثنين بتساوي كام؟ 0.4 من مين؟ من الباي اي سي. يبقى عرفت ان الميو بتساوي كام؟ 0.8. صح؟ كل واحد يطير وهتضرب ايه؟ 2 في 0.4. طيب حلو. في حاجه غريبه حد واخد باله منها؟ صح. ليه ما قلناش ان الميو هي اي ام على اي سي؟ ولو انا حسبت اي ام على اي سي هل تطلع 0.8؟ اكيد لا. صح؟ فمعنى كده اي حد عنده تفسير للموضوع ده؟ يعني انا كانت المفروض السيجنال ها؟ لا لا لا. السيجنال بتاعتي اللي هي الاي ام كوساين اوميجا ام اوف تي دي، دي كانت داخله على موديوليتر اللي هو اللارج كارير، وداخل له هنا مين؟ كوساين اوميجا سي اوف تي واي سي. تمام كده؟ ده المفروض بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي السبيكتروم ده، الاوتبوت بتاع الموديوليتر والسبيكتروم ده. طيب فلما لقيت بصيت على الميو بعد الموديوليتر لقيت ان هي مختلفه عن ان انا اقول ان هي اي ام على اي سي، فمعنى كده ان قبل ما تخش على الموديوليتر حصل تعديل في الاي ام دي. تمام؟ هو المفروض في المساله مفترض انكم تفهموا حاجه زي دي لوحدكم. اوكي؟ فالتعديل ده ازاي؟ ان هو كانه حط امبليفاير. تمام؟ يبقى الميو دلوقتي بقت بتساوي ايه؟ ما بقتش بتساوي اي ام على اي سي، بقت بتساوي كي اي ام على اي سي. تمام كده؟ انا بقول دلوقتي ايه؟ بقول ان انا عندي موديوليتر. هو مين اللي بيسال؟ شايف؟ اه تمام. بقول ان انا عندي موديوليتر. تمام؟ طيب الموديوليتر ده بيخش له المفروض 2 سيجنالز، المسج والكارير. صح؟ فهو داخل له اي ام كوساين اوميجا ام اوف تي، وداخل له اي سي كوساين اوميجا سي اوف تي. فاحنا المفروض الحسابات اللي عاملينها بتقول ان الميو بتساوي ايه؟ اي ام على اي سي. طيب هو الموديوليتر ده الميو اللي انا بحسبها دايما بحسبها في الاوتبوت بتاع الموديوليتر. تمام؟ لو بصيت على الانبوت بتاع الموديوليتر وقلت اي ام على اي سي هلاقي ان الفاليو مش مظبوطه، مش هي طالعه الايه؟ الميو اللي هي 0.8. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان دي قبل ما تخش على الانبوت بتاع الموديوليتر حصل تعديل في الاي ام، اتضربت في جين، فبقت كي في اي ام على اي سي. تمام؟ ده بيساوي 0.8. عندي الاي ام وعندي الاي سي، الكي هتبقى بتساوي كام؟ مش فاكر طبعا. الكي بتساوي 50. تمام كده يا شباب؟ ايوه صح. الاي سي هي الفاليو اللي بتجمع عليها. لا لا انا بقول لك ان ده يعني ان
ده موديوليتور واتيفر ده بلاك بوكس كده، هو بياخد الكارير انا مش داخل في تفاصيل الموديوليتور اللي احنا اخدناها، الحاجات العاديه بتاخدها تجمعها ونفس كل الكلام، بس انا بقول لك ان انت داخل عن الموديوليتور ده قيمه الاي سي اللي هي الدي سي فاليو والكارير، وداخل عليه الايه المسج، دي الثلاث حاجات اللي بتخش عليه. لا لا مش كان يعني انت بتاخد الاول ايه ام كوساين اوميجا ام اوف تي تجمعها على الاي سي، وبعد كده تضرب ده كله في كوساين اوميجا سي اوف تي. لا ده الاوتبوت على الموديليتور هو اللي بيبقى ايه ام كوساين اوميجا ام اوف تي بلس اي سي مضروب في كوساين اوميجا سي اوف تي، ده هو الاوتبوت. الانبوت بتاع الموديليتور بيبقى الجزء ده ومعاه كوساين اوميجا سي اوف تي ومعاه اي سي مثلا، ثلاث حاجات دول صح. ده بيجمع ده بيجمع ده على ده، وبعد كده يروح ضارب ده في الاثنين دول مع بعض. مش فارقه ممكن تعمل الموديوليتور نفسه ممكن يجمع، هو بيجمع وبعد كده يضرب، دي وظيفه الموديوليتور. انت بتدخل له ثلاث حاجات اي سي ودي، وبعد كده تروح عامل ايه ضارب في الكوساين. مش فارقه يعني، هي في الاول في الاخر كذا بلوك جوه اصلا جوه الموديوليتور، حطيت واحد منهم بره مش فارقه، جمعته بره مش فارقه تمام كده. طيب بعد كده هو طالب مني ايه؟ عايز البيك امبليتيود بتاعه اللور سايد باند هتساوي كام؟ اللور سايد باند ده اللي هو مين؟ اللي هو ده صح؟ طيب عشان اجيب الامبليتيود بتاعه بعمل ايه يا شباب؟ هي هنا كام؟ باي ميو اي سي على الاثنين، يبقى هتساوي كام هنا؟ ميو اي سي على الاثنين صح؟ مش هي انا دلوقتي عايز اجيب الكوساين بتاعي البيك امبليتيود بتاعتها بكام؟ عايز اجيب البيك امبليتيود بتاعت اللور سايد باند، فدي كوساين تمام؟ هي في الفريكونسي عامله ازاي؟ باي ميو اي سي على الاثنين، واحنا عارفين ان الكوساين بتعمل ايه اصلا في الحاجه؟ بتحط باي بس صح؟ يبقى هي التون الماكسيمم فاليو بتاعتها كام؟ ميو في اي سي على الاثنين. طيب عايز الباور بتاعت السايد باند للكارير باور. الباور بتاعت السايد باند فاكرين كنا دايما بنقول ان هي بتساوي كام؟ الباور بتاع السايد باند يا شباب كانت ميو سكوير اي سي سكوير على الاثنين تمام؟ والكارير باور هو مدهاني بكام؟ 1 كي. هقدر احسبها على طول، هاخد الباور بتاع السايد باند اقسمها على ايه؟ على الباور بتاعت الكارير. طيب بعد كده التوتال اوتبوت باور بتساوي كام؟ كانت الباور بتاعت الكارير في ايه؟ في 1 بلس ميو سكوير على الاثنين، دي كده كانت دايما هي الايه؟ التوتال اوتبوت باور. الباور بتاعت الكارير اللي هي 1000. حد بيقول حاجه؟ انا حاطط الارض دلوقتي. حد يسال؟ طيب شباب هنا المفروض في ار عشان احنا شغالين كلنا ايه؟ نيجاتيف 50 اوم تمام؟ فدايما في ار. طيب يبقى التوتال باور هي كام؟ 1000 في ايه؟ في 1 بلس ميو سكوير على الاثنين، وعندي الميو اللي هي كام؟ ب 0.8 اطلع الايه؟ التوتال باور. طيب بيقول لي بقى ايه؟ لو التوتال ايه هو التوتال افريج باور؟ لو البيك امبليتيود بتاع الموديوليتد سيجنال كان بدل 5 ب 4 ايه اللي هيحصل؟ موديوليشن اندكس لو الاي ام دي اتغيرت من 5 بقت 4 ايه اللي هيحصل؟ موديوليشن اندكس هيتضرب بنفس الفاليو صح؟ مش الموديوليشن اندكس هو لينير في الاي ام صح؟ فلو الاي ام اتضربت في 4 على 5 فبقت ب 4 يبقى ايه اللي هيحصل؟ موديوليشن اندكس هيتضرب هو كمان في ايه؟ 4 على 5 يبقى الميو الجديده هتساوي كام؟ 0.8 في 4 على 5 هيديني 0.6 4 ونروح نحسب الباور زي ما حسبناها هنا على طول. هو في بي بيقول لك انا عاوز الماكسيمم فاليو بتاعت التون بتاعت الكوساين في التايم. ايه هو الماكسيمم امبليتيود بتاعها؟ تمام؟ فانا عارف ان اللور سايد باند بتاعت اللور سايد باند يعني انا عارف ان اللور سايد باند في الفريكونسي عامله كده باي في ميو في اي سي على الاثنين، والكوساين كل اللي بتعمله ان هي بتعمل ايه؟ بتضيف باي فبقت ميو في اي سي على الاثنين. لا انا مش فاهم، قولي سؤال تاني معلش. الهارد يعني ميو اي سي الهارد ديت بتعمل الكوساين بتاعي
هو انت دلوقتي هو عايز اللور سايد باند بعد ما حصل شيفت. ما هو حصل شيفت ده فهيديك بقت ايه كومبوننت عند اوميجا سي ناقص اوميجا ام. تمام. في مين دي؟ لا ما هي الالف دي متضمنه الار. مش الالف دي كانت بتساوي اي سي سكوير على 2 ار؟ فهي اصلا جواها الار. انا خدت الالف على طول. اتفضل الصوت بس عشان كده. لا اكتب كمان بس علي الصوت. ده الافشنسي ميو سكوير على 2 بلس ميو سكوير. بس هو ما طلبش الافشنسي صح؟ هو سي بيقول لك السايد باند على الباور بتاعت الكارير مش على التوتال باور. السايد باند باور على الباور بتاعت الكارير مش على التوتال باور. الافشنسي هي السايد باند على التوتال باور. هنا هي ايه؟ السايد باند على الكارير باور. لا يعني على حسب السيستم بتاعك. وفي الاول وفي الاخر ده سيستم. لو الاي ام السيجنال اللي داخله دي صغيره طبيعي دايما بيبقى في امبليفايرز في اي سيستم. يعني اكيد في امبليفايرز. تمام. بس بقول لك انت هنا هو عايزك تتوقع ان في امبليفايرز. ضربنا ايه؟ ضربت الميو اللي هي 0.8 في 4 على 5. ليه؟ عشان الاي ام اتضربت في 4 على 5 صح؟ فالميو بتساوي كي في ام على الاي سي. حد عنده سؤال؟ لا علي صوت شويه. هو عايز الباور بتاعت السايد باندز كانت ميو سكوير في اي سي سكوير على 2. لا على 8 دي كانت الابر سايد باند او اللور سايد باند. الاربعه بقى دي على الاربعه. الذاكره بقت انا كاتبها على الاربعة صح؟ على الاربعة. دي على الاربعة مش هاد. تمام. مش حد عنده سؤال هنا تاني؟ اي سؤال؟ اوكي. خش على اللي بعده. سؤال 6. ايوه دي هو في دي عايز التوتال باور. ماشي فين الافشنسي؟ ميو. لا ميو مش افشنسي. ميو موديليشن اندكس. الافشنسي كانت بتساوي ميو سكوير على 2 بلس ميو سكوير. الافشنسي مالهاش علاقه بميو. الميو بتساوي ايه دايما؟ الاي ام على الاي سي. الافشنسي هي الباور بتاعت سايد باند على التوتال باور. ايوه في النمبر ايه بس الاول؟ النمبر ايه. تمام. السؤال انهي سيجنال اللي مضروبه في الكي ولا مغيره الكي؟
The total average power in the output in the output is the peak amplitude of the modulation sinusoid. Modulation signal دي معناها مين؟ اللي هي السيجنال اللي بتعمل لك موديوليشن اللي هي المسج. تمام؟ فهو عايز يشوف بقى تأثيرها على الموديوليتد بقى. الموديوليتد دي السيجنال بقى اللي طالعة في الاوتبوت خالص. طيب. طيب يا شباب مساله رقم 6 بيقول لي ان انا عندي سيجنال ام 1 اوف دبليو وسيجنال ام 2 اوف دبليو تمام. طيب والاثنين سيجنالز دول اللي هي ام 1 اوف تي وام 2 اوف تي هعمل لهم موديوليشن مع بعض عن طريق ايه؟ ترانسميتر واحد تمام. فعملت لهم موديوليشن بالشكل ده. فهو عاوز يعرف اول حاجه هنسكتش السيجنال عند النقطه دي اللي هي ايه والنقطه دي اللي هي بي والنقطة دي اللي هي سي تمام كده؟ طيب فعندي ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ الام 2 اوف تي بتتضرب في 2 كوساين 10,000 تي يبقى الشكل هيبقى عامل ازاي؟ كوساين 10,000 لما تتضرب هنا 2 كوساين 10,000 هتتضرب هنا يبقى الناقص 5,000 هتتشفت فين؟ لحد فين؟ 10,000 صح؟ فهيبقى هنا عندي 10,000 بلس ناقص 5,000 يبقى 5,000 وهنا 10,000 وهنا كام؟ 15,000 والناحيه دي عكسها بالظبط ناقص 5,000 ناقص 15,000 ناقص 10,000 تمام كده؟ يبقى ده كده عند النقطه مين؟ عند النقطه A. طيب عند النقطه B ايه اللي بيحصل؟ بجمع الاثنين على بعض صح؟ فدي من صفر ل 5,000 ومن صفر ل ناقص 5,000 يبقى ايه اللي هيحصل هنا؟ خلينا نرسمها في حته اوسع شويه. يبقى دول هينزلوا في مكانهم ودول هيبقوا ايه؟ جنبهم. طيب الفاليوز هتبقى ايه؟ ستيل 15,000 وناقص 15,000 ودي ناقص 5,000 ودي 5,000 يبقى ده كده السبيكترم عند النقطة مين؟ بي. طيب عند النقطة سي عملت ايه بقى؟ ضربت في كوساين ايه؟ 20,000. طيب فلما اضرب في كوساين 20,000 ايه اللي هيحصل؟ هنبعتها فين؟ هنلاقي ده كله اتشفت معايا يمين وايه؟ وشمال. طيب فلما اضرب في 20,000 دي هتروح فين؟ الناقص 15,000 دي هتروح عند 5,000 وال 15,000 هتروح عند ايه؟ 35,000 وهنا نفس الكلام ناقص 5,000 وناقص 35,000 تمام؟ طيب ودول يا شباب يبقوا ايه؟ ناقص 5,000 هتبقى دي 15,000 ودي هتبقى 25,000 ودي 20,000 تمام كده؟ طيب تمام لحد دلوقتي؟ في مشكلة؟ حد عنده مشكلة هنا؟ كل ده بقعد ايه؟ اشفت في السيجنالز بتاعتي. طيب هو بيقول لي ايه بقى؟ خلاص كده عملنا سكتشن. ايه هو الباندويتس بتاع التشانل؟ بالظبط الباندويتس من الحته دي للايه؟ للحته دي يساوي كام؟ 30 كي تمام؟ عايز اعمل ريسيفر. اعمل ريسيفر ازاي؟ حلو. نعمل ايه في الريسيفر؟ بنعكس صح؟ بشوف الترانسميتر معمول ازاي؟ بروح رايح عكس كل ايه؟ كل حاجه اتعملت فين؟
في الترانسميتر بالترتيب بتاعها. طيب يبقى الريسيفر شكله هيبقى عامل ازاي يا شباب؟ اول حاجه اضرب في ايه؟ في 2 كوساين 20,000. يبقى دي هي السيجنال الريسيفت، هضربها في 2 كوساين 20,000. وبعدين ايه اللي بعد كده؟ طيب لما اضرب لازم اشوف الاول لما اضرب في 2 كوساين 20,000 ايه اللي هيحصل؟ تمام؟ السيجنال دي لما تضرب في كوساين 20,000 هيبقى عندي ايه؟ هترجع لايه؟ لاني شكل؟ هترجع للشكل اللي فوق، وهيبقى عندي كومبوننتس هتروح فين؟ هتروح يمين وهتروح شمال. يبقى انا محتاج احط هنا ايه؟ لو باس فلتر. انا عايز اخد دلوقتي انهي سيجنال؟ ام 1. فعشان اخد ام 1 يبقى احط لو باس فلتر فين؟ هنا. يبقى انا لما ضربت في 2 كوساين 20,000 رجعت لمين؟ لده، وبقى عندي كومبوننتس بعيده. تمام؟ فعشان اخد دلوقتي الام 1 وفي تي بس، انا ممكن اخد ده كله ويبقى عندي ايه؟ لو باس فلتر اوسع، بس انا كده كده بمشي بالترتيب زي ما قلنا اللي هو ايه؟ ماشي بيه. فهو اول حاجه بيستلم الام 1 من طريق اصلا غير الام 2، يبقى انا محتاج استلمها برده من طريق غير الايه؟ غير الام 2، يبقى انا محتاج احط لها فلتر لوحدها. تمام؟ يبقى اخدتها عن طريق ايه؟ عن طريق فلتر. تمام؟ يبقى السيجنال بتاعتي هحط هنا لو باس فلتر هيطلع لي مين؟ هيطلع لي الام 1 اوف تي. طيب استيل لما ضربت في 2 كوساين 20,000 هاخد جزء من السيجنال في الحته دي. 2 كوساين 20,000 ده اللي هو لما اضرب في 2 كوساين 20,000 قلنا انهي شكل اللي هيجي لي؟ هيجي لي الشكل ده كله. صح كده؟ انا محتاج اخد مين دلوقتي بقى بس؟ عايز اطلع الام 2، فعشان اطلع الام 2 عايز اعكس اللي انا عملته، فاعمل ايه؟ هضرب في 2 كوساين 10,000، صح؟ فلما اضرب في الشكل ده في 2 كوساين 10,000 ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان هو هيتشفت، تمام؟ يمين وشمال، فلما يتشفت يمين يا شباب ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان دي كلها راحت فين؟ 20,000 وناقص 15,000 هيبقى كام؟ هنلاقي ان هيحصل كده. وبعد كده لما شفت في الناحيه الثانيه هيحصل كده. ده كده اللي هو اللي ايه؟ اللي عند الزيرو. تمام؟ يبقى انا محتاج اخد الجزء ده بس وارمي ايه؟ وارمي اي حاجه تاني. تمام؟ هتوقعوني والله. يبقى هضرب هنا في كام؟ في 2 كوساين. ايوه. هي 10,000 صح؟ 10,000 سوري. بعد كده اروح حاطط ايه؟ لو باس فلتر. لما ضربنا في الكوزاين الاولانيه ليه ما حطيناش لو باس فلتر عند ال 10,000؟ انت لما ضربت في الكوساين الاولانيه جالك الشكل ده؟ اه صح؟ لو باس فلتر تاني. فين بقى؟ عند ال 10,000. من 5,000 يعني 10,000؟ مفيش فاهم، يعني عايز تحطه وتقفله عند ال 10,000؟ اه. وبعدين؟ هتطلعها ازاي الام 2 اصلا مش عند الزيرو، انت عايز ترجعها عند الزيرو. صح؟ عايز تاخد دول عن طريق باند باس فلتر تقصد. ماشي مفيش مشكله ممكن. احنا هنا بس ضربنا وبعد كده حطينا لو باس فلتر، او ممكن تاخد باند باس وتعمل له كوساين. يس. اه. ما هي لما تضرب في كوساين 10,000 ايه اللي هيحصل؟ الناقص 15,000 دي هتيجي فين؟ عند ناقص 5,000. صح؟ ودي هتروح فين؟ عند 25,000. طيب ولما اضرب بقى في الناحيه الثانيه ايه اللي هيحصل؟ 15,000 دي هتيجي فين برضو؟ عند ناقص 5,000. صح؟ 20,000 مش انت بتعملها مره بلس ومره ماينس؟ ايوه. ما هي دي هتتشفت دلوقتي، الجزء ده هيتشفت مره كله في الحته دي، فلما الناقص 15,000 وناقص 5,000 تتشفت هتضرب في 20,000 هيديك هنا ايه؟ سوري هتضرب في 10,000 هيديك هنا ناقص 5,000 وهنا 5,000 الحته دي بس. طيب دي العكس بقى، ناقص 20,000 هتعمل لك ايه؟ ناقص 10,000. مش عارف ماسك في ال 20 ليه؟ ناقص 10,000 هتعمل لك ايه؟ هتجيب لك الحته دي عن ناقص 5,000 ودي عند 5,000 وده كله هيتشفت كده. صح؟ فانت بتشفت جزء يمين وجزء شمال وهتلاقي في حته كومن هتتجمع مع بعض.
الجزء ده؟ لا انا عملت ايه؟ مش انا ضربت في الاول في 2 كوساين 20,000؟ خلاص فالسيجنال اللي جايه لي هنا هي بعد 2 كوساين 20,000، فانا اوريدي خلاص ضربت في 2 كوساين 20,000. فانا دلوقتي النقله وصلت الستيب دي تمام. طيب اي سؤال؟ ها لا مش بتركز على امبليتيود، يعني انت هنا ممكن تشيل الاثنين عشان تلاقيها ظبطت بالظبط، يعني لو شلت الاثنين هتلاقيها ظبطت بالظبط لان هما بيركبوا اصلا فوق بعض. هنا الامبليتيودز هو مديها لك في المساله، هنا انا كل اللي عملته ان انا حطيت الامبليتيود اللي هو حاططها، عايزه تشيليها شيليها عادي مفيش مشكله، مش بنركز على الامبليتيودز قوي في المساله تمام. بس في الاول وفي الاخر عشان ارجع المساله زي ما كانت انا مش هحتاج الاثنينات دي لان هما بيتجمعوا على بعض، يعني بنلاقي جزء من هنا من البلس وجزء جاي من الماينس الاثنين جمعوا فوق بعض فمش محتاج الاثنين، هو اصلا انيرت يبقى فيه اثنين. ليه؟ ليه ليه؟ ما الباند باس فلتر بياخد لك الجزء دي وهياخد لك الجزء ده، الجزء ده صح؟ فياخد لك دي هتيجي هنا ودي هتيجي هنا فيتجمعوا على بعض. طيب ايه تاني؟ حد عنده اي سؤال هنا؟ اي سؤال؟ اي سؤال؟ لان اللي تحت دي هي السيجنال الموديوليتد بعد ما ايه؟ ما بعتها. طيب فجيت هنا رحت ضاربها في ايه؟ في 2 كوساين 20,000، فهي ما هي دلوقتي دي لما اضربها في 2 كوساين 20,000 هتلاقي ان دي جت هنا في النص ودي جت هنا في النص ودي جزء راح منها بعيد ودي جزء راح منها بعيد صح؟ الكوساين بتعمل ايه؟ بتشفت يمين وشمال صح كده؟ فانت دي السيجنال كلها بتاعتك اهي، فلما تشفتها يمين هتلاقي بال 20,000 هتلاقي ان دي جزء منها راح جه فين؟ اهي 20,000 وناقص 35,000 هيديك كام؟ ايه؟ لا ما هي دي نفس السيجنال كلها، دي سيجنال في السبيكتروم بتاعك، جزء منها في الايه؟ في النيجاتيف وجزء فين؟ في البوزيتيف، فلما اضرب انا في 20,000 ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان السيجنال دي كل السيجنال دي اتشفتت مره يمين ومره شمال، فلما تتشفت يمين هتلاقي ان الناقص 35,000 دي راحت فين؟ راحت عند الناقص 15,000، لما تتشفت شمال هتلاقي ان ال 35,000 دي راحت فين؟ رجعت تاني تمام؟ ها اي سؤال هنا يا شباب؟ المساله دي كانت في الشيت وكانت لهم السنه اللي فاتت في الميد ترم، فاكيد مش هتجي لكم السنه دي يعني. ايه؟ لا 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 ما فيهاش معادلات خالص، هي بالرسومات كده بس تمام. طيب اي سؤال هنا؟ طيب مسألة رقم 8، مسألة عبيطة قوي، بيقول لي إن أنا عندي إيه؟ عندي الإيه؟ الملتبلاير ده بدخل له كوساين أوميجا سي أوف تي تمام؟ وداخل له برضه يا شباب أنا هنا عاوز أعمل جاي لي سيجنال هي اصلا لارج كارير موديليتد، فاي بلس ام اوف تي مضروبه في مين؟ كوساين اوميجا سي اوف تي، فهنا بنعمل الايه؟ الدي موديليتر، فهو بيقول لي الدي موديليتر بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ عن كوساين اوميجا سي اوف تي داخل على الايه؟ على الملتبلاير ده، وبعد كده عندي لو باس فلتر، وبعد كده عندي دي سي بلوكينج. اوكي فبيقول لي ازاي الكلام ده هيعمل دي موديوليشن للسيجنال دي تمام. طيب فا اي بلس ام اوف تي كوساين اوميجا سي اوف تي لما اضربها في كوساين اوميجا سي اوف تي ايه اللي هيطلع عندي؟ هيطلع اي بلس ام اوف تي مضروبه في كوساين سكوير اوميجا سي اوف تي، ده اللي هو بيساوي كام؟ A plus M of T في نص في واحد plus
كوساين 2 اوميجا سي اوف تي. طيب لما احط لو باس فلتر ايه اللي هيعدي؟ النص في الاي بلس الام اوف تي والكوساين دي مالها؟ مش هتعدي صح، لان ده لو باس فلتر ودي سيجنال عند 2 اوميجا سي. يبقى اللي هيجي لي بعد اللو باس فلتر يبقى ايه؟ نص اي بلس ام اوف تي. طيب الدي سي بلوك ده كل اللي بيعمله بيعمل ايه؟ بيشيل الدي سي بتاعي، يبقى هيطلع عندي في الاخر ايه؟ نص ام اوف تي. يبقى انا عرفت اعمل دي موديوليشن ولا لا؟ عرفت صح؟ طيب ماشي، في اي سؤال في السكشن؟ اي سؤال؟ ايه؟ هو السؤال هنا بيقول لك ايه؟ قال لك ان انت عندك سيجنال A بلس M of T تمام؟ مضروبه في كوساين اوميجا سي اوف تي، فدي سيجنال معمول لها لارج كارير موديوليشن. بيقول ان ده هو الدي موديوليتور بتاعي تمام؟ عباره عن ايه؟ عباره ان انا عندي كوساين اوميجا سي اوف تي داخله على المالتي بلاير، وبعد كده عندي لو باس فلتر، وبعد كده عندي دي سي بلوك، فعايز اتاكد ان الكلام ده بيعمل دي موديوليشن بس. فاخدت دي ضربتها في دي، طلع لي الشكل ده. طيب لما دخله على اللو باس فلتر الكوساين 2 اوميجا سي هتطير، فيطلع عندي نص في اي بلس ام اوف تي تمام؟ نص في اي بلس ام اوف تي لما اعمل لها دي سي بلوك، اشيل الدي سي اللي هو الاي ده بالظبط، نص ايه؟ هيدي ايه؟ نص ام اوف تي بس كده تمام؟ ماشي خلاص يا شباب، السكشن خلص.